مبدع من مبدعين الجمال اللي احنا بنحبهم قوي الجميل ميخائيل الرياض. ميخائيل جميل. ألف مبروك للمبدعة سيدة سهام الزهيري وبحيي سيدة النوى سيدة عاطف الدينجي فنانة جميلة حفرحات دكتورة أمي واستشار صلاح شرف الدين طبعا على قناة المنصة. مش هطول عليكم أنا هقول حاجة بس عشان محدش يزعل. فنانة جميل الحياة أجمل ما فيها لما بنعيش الحياة بأبسط ما فيها لما تبقى بقلب طفل تعيش عليها تبقى وردة ليها نسمة لما تمشي تبقى بسمة تبقى كل الناس تحبك تبقى صحبة تحب وقتك أما لما الكره يغدك تبقى حزن مال صدرك تبقى ضلمة شغلة فكرك عيش وحب الكل جنبك شوف عينه فرحة قبلك قل له لما انت بتبعد تبقى روحك غايبة عنك الحياة أجمل ما فيها حب عشناه في ماضيها واللي سايب أغلى ذكرى دي حياة أملنا فيها تبقى ضحكتنا في عينينا نبقى بكرة جاي لينا فاضح الأحضان ونفسه الأمل هو اللي فينا بحيي الأستاذ سداد شكرا جزيلا طبعاً لي ديوان من الدواوين الجميلة ميخائيل رياض هو قلبي بيبكي وهو ديوان من الديوانات المهمة اللي صدرت بالعامية واحنا بنحييه بنقول له شكر ليه ورؤى بتحييه. بص بالكاميرا.